بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض يونت 2 من منهج تانية ثانوي إن شاء الله. طيب بيتكلم عن إيه يونت 2؟ بيقول Eating Around the World. هنمسك مع بعض أول درس اللي هو Reading، بيقول اسمه إيه؟ An Old Fashioned Thanksgiving. يعني إيه Old Fashioned؟ Old Fashioned موضة قديمة، تمام. Thanksgiving دوت اللي هو عيد الشكر. اوكي طيب، اخلي بالي دايما ان كلمه old fashioned دايما بترتبط بالشيء اللي هو غير مستحسن، تمام. يعني هي مختلفه شويه عن كلمه ancient او كلمه traditional. اوكي، على اساس ان traditional وancient هم الشيء ده ممكن ان هو يمكن قبوله او يمكن رفضه، اما بالنسبه اولد فاشند بتعبر شويه عن عدم القبول. طيب in September 1620 a ship called the Mayflower arrived in North America with 102 passengers. بيقول في سبتمبر سنه 1620 في سفينه كان اسمها Mayflower وصلت في امريكا الشماليه وكان فيها 102 passengers اللي هم مسافرين. Many died، العديد منهم توفى. But some were able to grow food، ولكن البعض منهم كان قادر على انه يزرع الطعام. Grow بمعنى يزرع. Survive with help from Native Americans، وان هم يتعايشوا بمساعدة من الامريكان الاصليين. Thanksgiving is a day when families get together. عيد الشكر ده بيعتبر يوم لما العائلات بتتجمع مع بعض، تتجمع سويا. To remember these events، كي يتذكروا هذه الأحداث. It is celebrated in the USA every year on the fourth Thursday in November. طبعا بيتم الاحتفال، celebrated هنا بمعنى يحتفل. In the USA بيتم الاحتفال بي في أمريكا كل عام في الرابع the fourth Thursday، في رابع خميس in November. In 1882 Louisa M. Alcott wrote a short story called An Old-Fashioned Thanksgiving. Here is an extract. طيب هنا بيقول إن سنة 1882 لويزا ام الكوت كتبت قصه قصيره كان اسمها اولد فاشن ثانكس جيفينج. القصه دي كان اسمها بالشكل دوت. هير از ان اكستراكت، ودلوقتي دوت اقتباس او جزء منها. يعني when they woke، ووك هنا اللي هي الماضي من wake up، اول لما استيقظوا، يعني they were still a large amount of مقدار كبير من snow، الجليد outside. Tilly made a good breakfast for the seven children. Tilly عملت فطار جيد يعني للسبع أطفال. Now about dinner, she said, as they all finished eating. طبعا هي قالت لهم الكلام دوت بعد لما هم خلصوا الفطار، يعني now about dinner، إيه رأيكم عن العشاء؟ Ma said، Ma هنا the same meaning as mother، said that we could have whatever we liked but she didn't expect us to have a traditional Thanksgiving dinner. الأم قالت، بتقول إن ماما قالت يعني إن إحنا ممكن ناخد أي شيء إحنا نحبه، بس إحنا ما توقعناش، we didn't expect us to have a traditional Thanksgiving dinner، كناش متوقعين إن إحنا ناخد أو نتناول العشاء التقليدي لعيد الشكر. Have you ever cooked a turkey؟ asked Roxy. دلوقتي تركي معناه اللي هو الديك الرومي، تقول لها عمرك في حياتك طبختي ديك رومي قبل كده؟ Ma said I should decide what to do، replied Tilly. الام ماما قالت ان احنا لازم نقرر هنعمل ايه بالظبط. All you children have to do is to keep out of the way and let Piero and me work. لهم كل اللي يجب عليكم دلوقتي ان انتم تخرجوا من طريقنا، تعدوا يعني توسعوا، وتتركوا وتدعوا Piero و me work، تدعوني انا وبيرو عشان خاطر نشتغل ونكمل العشاء.
The younger children walked out of the kitchen and into another room. دلوقتي الأطفال الصغيرين ذهبوا خرجوا من المطبخ وذهبوا إلى الغرفة الأخرى. As Tilly and Piero started to prepare the big meal. Prepare بمعنى يعد. خلي بالي من الكلمات اللي بالبولد دي. تمام؟ بينما بقى تيلي وبيرو بدأوا ان هما يعدوا الوجبة الكبيرة ميل اللي هي وجبة. They got out all the spoons. احضروا كل الملاعق. Dishes والاطباق. Pots الاواني. And pans اللي هي الطاسات يعني. That they could find اللي هما ممكن يلاقوها. Now sister we will have dinner at 5. Said Tilly. دلوقتي احنا هنتناول طعام العشاء الساعة الخامسة. Pa will be here by that time and he will be surprised to find us ready to serve the food. ان الاب بقى بتقول انها ان بابا هيكون موجود بحلول ذلك الوقت وهيندهش طبعا عندما يجدنا ان احنا مستعدين كي نقدم الطعام. There is such a lot to do and I'm a bit worried about the turkey. في حاجات كتيرة جدا ان احنا نعملها يعني وانا قلقة شوية يعني بشأن التركي اللي هو الديك الرومي. It's so big. كبير جدا. I know said Piero. I fed it all summer and now he will feed me. She laughed. قلت لها انا غزيته متبأكله طول الصيف يعني فيد هنا the past form of feed اكلته طول الصيف ودلوقتي هو هيأكلني وهيطعمني انا. اوكي طيب دلوقتي انا برضو مرفقة لكم ملف بي دي اف بالمين فوكاب والمين بتاعها ان عربيك ان شاء الله هتلاقوه موجود مع الحلقة. طيب دلوقتي هنشوف درس listening. هنقرأ الأسئلة ديت silently وبعد كده try to listen to me. طبعا عندنا برضو المين فوكاب موجودة برضو في ملف البي دي اف اللي أنا منزلاه. اسمعوا حاولوا اسمعوا ونجاوب على الأسئلة دي. A Thanksgiving invitation. We have a conversation between Amy and Huda. Amy, so did you ask your parents about visiting our home for Thanksgiving, Huda? Huda? Yes. They invite me to try new things and they thought it would be a great idea. My mom was very curious about the food you eat. And curious here, بمعنى فضولي. Amy, you will love the food at Thanksgiving, Hoda. Have you had turkey before? It's a lot like chicken, but it's very big. Look like here, بمعنى يشبه يعني يشبه كثيرا. الدجاج ولكنه أكبر شوية. هدى, well, I like chicken, so that should be okay. What else do you have? Amy, we have a special kind of bread called cornbread. It's delicious and we have sweet potatoes. They are like normal potatoes, but much nicer. خلي بالي هنا من cornbread هي بمعنى بمعنى اللي هو خبز الذرة يعني delicious طبعا means tasty يعني لذيذ. sweet potatoes اللي هي البطاطا. أنا عايزاكم تبحثوا في معنى كلمة special the difference between special و private. okay عايزاكم انتوا اللي تدوروا عليها. وعندي normal بمعنى عادي. هدى, that sounds great. what do you have for dessert? dessert اللي هي بمعنى حلوة. Amy, my mom takes the most wonderful pumpkin pie. Pumpkin pie اللي هي فطيرة القرع. It's very sweet and heavy. Sometimes I fall asleep after I eat it. So I try not to eat it too much. Hoda, now I'm feeling hungry. Amy, me too. But the best thing about Thanksgiving is that we all have to help with the cooking. It's a great time to meet and catch up with. What's the meaning of catch up with? Catch up with معناها بينضم إلى. It's a great time to meet and catch up with friends and family. That's why
we are all really looking forward to seeing you. هدى great, I can't wait. طيب دلوقتي هنتكلم عن الفرق بين comparative adjectives و superlative adjectives. يعني comparative اللي هي صفات المقارنة, والمقارنة comparative دايما بقارن بيها بين اتنين, انما superlative adjectives دي بقارن بين item واحد او حاجة واحدة ومجموعة اكبر من اتنين. طيب بالنسبة لاستخدامنا للcomparative adjectives بستخدمها امتى؟ قال لي بستعملها امتى؟ to make comparisons, يعني انا احتاج ان انا اقارن بين حاجتين. وزي ما احنا شايفين بالشكل دوت ان احنا عندنا اولا نوعين من الadjectives, عندنا في long adjective وفي short adjective. اللونج adjective ديت اللي هي consists of more than one syllable, يعني بتتكون من اكتر من مقطع, ممكن مقطعين او ثلاثة. وعندي بالنسبة لي short adjective دي اللي هي بتتكون من مقطع واحد. طب ايه ازاي ان انا ممكن اعمل comparison adjective؟ ان انا اضيف للصفة er, ده بشكل عام يعني. اوكي طيب زي مثلا fatter, ولكن فات هنا عشان بتنتهي ب تي, وقبل تي دي عندنا في فاول اللي هي اف اي تي, بعمل دبلنج للتي الاول, اقرر التي وبعدين اضيف اي ال اي ار. عندي هنا فاست فاستر, اوكي يعني هنا اهي قبل التي في اس اللي هو كونسونانت حرف ساكن, وبالتالي مش هعمل دبلنج. يعني انا لو لقيت الصفه اللي قدامي منتهيه بحرف ساكن ولكن قبل الحرف الساكن بيبقى فيه حرف متحرك, بعمل دبلنج للحرف الساكن قبل ما اضيف الاي ار. اوكي طيب هي هنا بيقول, هو هنا بيقول لي ايه, هي بوت ا فاستر كار, هنا بتديني معنى او ايحاء ان انا فاستر, ان هما بقارن بين حاجتين, ان هو كان عنده كار تانية ولكن اشترى فاستر وان, عربية تانية اسرع من العربية الاولى. قال لي ايه كمان بستعملها, to compare to things, زي مثلا هنا كشري is cheaper than chicken, عندي الكشري هو هنا ارخص من chicken, ارخص من الدجاج. اوكي يبقى هنا اخلي بالي ان في بالنسبة لي short adjective er, وبالنسبة لي ان انا ممكن احط than, ولكن في احيان تانية لو انا الايحاء بيديني المقارنة بين شيئين فممكن ان انا استغنى عن then, مش ضروري ان انا بحطها. اوكي طب بالنسبة للlong adjective ممكن ان احنا نعمل فيها ايه, هل نفس الموضوع ان انا بحط لها er؟ no, لا, عندي بضيف قبل الصفة يا اما more يا اما less. for example like what, مثلا important, ينفع ان انا احط لصفة important دي, شايفين هي كام syllable, important يبقى هنا 3 syllables. اوكي يبقى انا هنا ما ينفعش ان انا احط لها er في الاخر, هقول لا, more important or less important, more يعني اكثر اهميه, less اقل اهميه. اوكي عندي ايه كمان, expensive 3 syllables. اوكي عشان كده برضو ان انا نفس الموضوع احط او more expensive or less expensive. اوكي قال لي ايه كمان برضو بستخدمها امتى, الcomparative adjective to describe how something changes, ازاي تغير الشيء اللي قدامي من حالة لحالة تانية. يبقى هي زي مثلا for example he is feeling happier, معناه ان هو قبل كده كان happy or less happy, او اقل سعادة يعني. اوكي but now he is feeling happier, ولكنه هو دلوقتي اكثر سعادة. ملاحظين حاجة هنا في happier, ايوه برافو عليكم, ان انا عشان لقيت الصفه دي الادجكتيف دي منتهيه بواي وقبل الواي ديت في كونسونانت, فعملت ايه, عملت اميت للواي وبعدين حطيت مكانها اي اي ار. اوكي طيب عندي ايه هنا بقى, we use a lot or a little before the comparative adjectives to say that there is a big or small difference between the two things. اوكي يبقى انا هنا بستعمل a lot او little او little قبل الcomparative adjective ديت عشان اقول ان الشيء الايتم اللي قدامي دوت big or small difference, او في اختلاف
قليل او صغير بين حاجتين، اوكي؟ يعني مثلا اقول little warmer يعني الى حد ما قليلا ادفع، a lot more expensive يبقى هنا بقول ايه a lot more expensive بمعنى ان هي يعني ايه زياده شويه اغلى شويه الى حد ما. بالنسبه للسوبرلاتيف ادجكتيفز بستعملها عشان بقارن بين شيء وبين اكتر من شيء ايتم واحد ومجموعه كبيره، زي مثلا ما احنا شايفين هنا ذا كارولينا ريبر از ذا سبايسست تشيلي ان ذا وورلد. هل انا بضيف للصفه بقى ER؟ نو لا، بضيف لها EST، اوكي؟ وعندي هنا نفس الرولز اللي بتبعها بالظبط باضافه الاي ار بتبعها مع اضافه الاي اس تي، يعني برضو في فاول وعندي حرف كونسونانت بحط اعمل دبلنج للتي الاول. عندي بالنسبه لي لو انا زي ما احنا شايفين سبايسي عمل ايه في سبايسي؟ عمل اوميت لي الواي وحط اي اي اس تي للصفه في الاخر، ولكن الصفه تم ان هي تم ان هي قبلها يعني حطينا ذا قبل الصفه، اوكي؟ طيب في ايه كمان؟ في اخلي بالي ان انا برضو عندي اللونج، ده هنا اتكلمنا بالنسبه للشورت ادجكتيفز. بالنسبه لللونج ادجكتيف ايه الوضع؟ لا، بالنسبه لللونج ادجكتيفز بحط ذا ماست او ذا ليست، اوكي؟ طيب قال لي ايه كمان؟ تو ديسكرايب اكستريمز this is the hottest month، يبقى هنا بستعملها برضو علشان اعبر عن اعلى درجه من الشيء اللي انا او الصفه بتاعتي دي، اوكي؟ طيب let's stop here، خلينا نقف عند نتوقف عند هذا القدر ان شاء الله، والحلقه اللي جايه ان شاء الله هنكمل. Thank you, goodbye.